مساكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. اليوم بسوي معاكم كرات اللحم السويدية، أتوقع أغلبكم ذايقها في أيكيا. بنسوي هاي يعني بطريقة، بنحاول نحاكي فيها أيكيا، يمكن تطلع ألذ، أو متوقع أنها بتطلع بإذن الله ألذ. بقول لكم إيش هو السر في نكهة اللحم حقتهم. طبعا بستخدم عجل بلدي، هم أكيد يستخدمون سويدي. طيب عندي هنا لحم مفروم، عندنا طبعا نسوي كرات اللحم او الميت بولز، بنحط طبعا اللحم المفروم والبصل وبقدونس وبيضة وبقسماط، استخدمت البانكو او استخدم البقسماط العادي والثوم. بالنسبة للبهارات، هي السر في النكهة، هي عبارة عن ملح، فلفل اسود، بهار حلو وجوزة الطيب. بس البهار الحلو تلاقونه مكتوب عليه بهار حلو في السوبر ماركتات، وجوزة الطيب موجودة، واللي ما تبي جوزة الطيب ممكن تلغيها، بس طبعا نحط احنا كمية مرة بسيطة منها. فهذا السر الكرات نفسها او نكهة الكرات. وراح نسوي معاها طبعا صوص، هم يقدمونها مع البطاطا المهروسة، انا بقدمها مع مكرونة فوتوشيني او اي مكرونة ثانية. ما يبون، سألتهم تبون بطاطا مهروسة ولا مكرونة، قالوا مكرونة. بالنسبة للصوص، عندي مرق لحم تقدرون تشترونه، انا موجود عندي مرق بصل، فخلطت مرق بصل مع مرق دجاج، فان شاء الله طلع بنتيجة حلوة. عندي ديجون ماسترد او خردل ديجون او خردل عادي، بس بستخدم خردل ديجون اقوى والذ في هذه الوصفة. ما عندك تستخدمي العادي، اتوقع في كل مكان. الورشستر شاير صوص دائما حاضر في الاشياء اللي فيها ميت بولز، دائما تلاقونه موجود، لانه يطفي الزفر، يطري، يعطي نكهة مرة حلوة للأكل أو للصوصات. طبعا دقيق وزبدة، ما طلعت الزبدة لسه، ملح وفلفل أسود. بس هذه مكونات الوصفة، ما فيها أشياء كثيرة. بنسوي الميت بولز ونقليها أو نشويها، الشيء اللي تحبونه، وبعدين نجهز الصوص، وبنجهز معاها الباستا أو البطاطا المهروسة براحتكم. تعالوا نجهز الميت بولز. راح أحط اللحم المفروم، طبعا دائما نستخدم لحم مفروم طازج. نحط البصل، البقدونس، فصين ثوم، البيضة تعطيها تماسك، بهاراتي، البقسماط. راح ندعك لحد ما تمتزج كل هذه المكونات مع بعض. ادعكي مضبوط، بس لا تبالغين بالدعك عشان ما تطلع لك قاسية. شوفوا هنا دعكتها مرة مضبوط بهذا الشكل، بس زي ما قلت لكم ما أبالغ أيضا في الدعك. بسويها الى كرات زي ما انتم شايفين، يعني هذا الحجم، انها راح تصغر شوي. هذا الحجم مرة حلو. هنا ما شاء الله تبارك الله سويتها، راح اخذ حاجتي منها والباقي راح افرزنه. بما ان اللحمة فرش فعادي تفرزنينها، بس لكن تطلعينها من الفريزر وبعدين تسوينها وبعدين ترجعينها الفريزر، هنا اللي مش عادي. بس لحمتي فرش طازة، فبالتالي باخذ حاجتي منها والباقي بفرزنها. الكمية هذه طبعا باقي شوي منها، يمكن تسوي لي بعد 4 حبات، يعني زيدي على هذه 4، تقريبا 750 جرام. هنا حطيت ورق زبدة، بدخلها الفرن او قلاية هوائية، او تقلينها بمقلة مع شوية زيت. انا بدخلها الفرن، بس راح ابخها بخة زيت. شوفوا انا ما حطيت زيت في اللحم، ليش؟ لان انا طالبة اللحم فيه شحم، لكن لو انت اللحم حقك ما فيه، ضيفي زيت اثناء الدعك. طبعا شغلت الفرن على حرارة 200، وراح ندخله الفرن، بس استنى الفرن يسخن وبدخله. بجهز الفوتوشيني وبعدها بنجهز الصوص، تكون هذه جهزت واحطها في الصوص حقها اللي هو الصوص السويدي. هنا يا بنات ذوبت الزبدة، تقريبا 5 ملاعق او اصبع زبدة اللي هو 100 جرام، حوالي هي 90 جرام، بس اوكي يعني حطيت 100 مش مشكلة، الاصبع كله يعني. هنا الكفتة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، لسه بعد شوي نبغاها تتحمر، خليها على ما نجهز الصوص. بعد ما ذوبنا الزبدة راح اضيف الدقيق واخلط هذه المكونات كلها مع بعض. تحصلين على مزيج كذا، بس بعد خليه يتحمر شوي تطلع نكهة الدقيق ألذ. اللي راح اسويه الان، راح اضيف الورشستر شاير صوص، وراح اضيف الماسترد، واخلط هذه المكونات شوي مع بعض، بس بهدي الحرارة شويات. راح ابدا اضيف شوي من المرق، بضيفه شوي شوي، ما راح اضيفه مرة واحدة عشان ما يكتل معاي.
زي ما انتم شايفين قاعده اضيف بالتدريج واحرك. حسيته ثقيل لسه راح اضيف له شويه سائل. زدت بنات شويه سائل لانه كان ثقيل وصار قوامه زين. لسه راح اضيف الكريمه، بس قبل راح اضيف الملح والفلفل الاسود. هذا الفلفل الاسود حطيناه بهدي الحراره شوي عشان احسن. الان راح اضيف تقريبا كوب كريمه الى كوب ونص على حسب المقدار حقك. وصار ألذ صوص عندك تنافسين في ايكيا جاهز. نخليه شوي كذا دقايق بعدين راح احط عليه، احط اسقط فيه الكفته او احطه فوق الكفته براحتك، بس انا بسقط فيه الكفته. ما شاء الله تبارك الله خلصت كفتتنا، راح اخذها واسقطها هنا في الصوص واخليها كذا تطبخ فيه بس شويه. انا مقصره الحراره طبعا الان، كان شوي تطبخ تاخذ النكهه، تاخذ نكهه الصوص. ريحه الكفته تشوق زي ما قلت لكم، دقايق بس بنات بخليها كذا تاخذ نكهه الصوص وبعدين خلاص بقدمها مع الفوتوشيني. سويت انا فوتوشيني فريش صراحه، شاريه فوتوشيني فريش وسويت عشان كذا تشوفون لونه شوي على اصفر، وبرشها بالبقدونس وخلاص صارت كفتتي جاهزه. ألذ كفته وألذ من ايكيا على ضمانتي.